دلوقتي طبعا زي ما احنا شايفين يا جماعة، المعلم دربك معلم محمود دربك ولا محمود دربك؟ معلم دربك بيتيب دلوقتي على الديد بروفايل على الشاسيه علشان خاطر لما نشطب ان شاء الله ما يتعصي ولا يحصل فيه مشاكل زي ما كان حصل قبل كده مع الصناعية اللي قبلنا. الصناعية طبعا كانوا مبهدلين الشاسيه بتاع الديد بروفايل، واحنا الحمد لله نظفناها كلها وبنطيبها، وبعد التيب طبعا بنشيلها وبننضف برضه لو في تسريب تحتها، وبعدين نبقى مش الكهرباء عشان تمشي الشغل بتاعه. معلم احمد اهو طبعا بيطير تحت الجبسن بورد برضه عشان السيراميك تعبنا فيها امبارح على ما نضف، لان السيراميكا ديت سيراميكا خشنه زي ما احنا شايفينها كده اهي، محببه وخشنه، فحتى لو ناعمه كده كده لازم نطيب تحت الجبس عشان لما ندهن ونشتغل يبقى الشكل حلو في الاخر وما تبقاش شكلها مؤذي. تمام، الله ينور عليك.